سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم واحد العشيوه سهله. الناس اللي كتحير وما كتعرفش شنو توجد العشاء هكا خفيف ولا الغدا، غادي نوجد لكم واحد الشيوه واعره بزاف وغتعجبكم. شنو نحتاجوا في المقادير؟ سهله. غادي نحتاجوا في المقادير عندنا الربيع، عندنا الزيتون مقطع، عندنا الكاشير، عندنا جوج بيضات. وغادي نحتاجو في العطريه عندنا لي شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره. وبالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا شي وحده من هاد العطريه ماشي مشكل، يبدلوها. وغادي نحتاجو البنات الشيفلور اللي حكيتو في الحكاكه، ما بغيتش نوري لكم هكا لان بصراحه ما كنتش باغا نصورها حتى لاخر لحظه، عاد قلت نشاركها مع البنات. وكتاخذوا على حسب الافراد الاسره ديالكم، يعني الكميه اللي غتحتاجكم، واش غتستعملوا راس اولا غادي تستعملوا غير النص. بالنسبه لي لينا استعملت راس صغير، خرج لي هذه الكميه، هذه الكميه بالنسبه لي انا كافيه. ان شاء الله عجبتكم الوصفه وخليوها لي في التعليقات باش ندير لكم نفس الوصفه وهي بطريقه مختلفه. دابا غادي ندوزو باش ندوزو الطريقه ديال التحضير. طريقه التحضير البنات سهله وسريعه وما كتاخذش الوقت. بالنسبه لي انا خديت جوج بيضات، ولكن الا شفت بلي الخالط ديالي باقي خصو البيض غادي نزيد البيض. دابا البنات بسم الله غادي نديرو جوج بيضات، كما كتعرفوا البنات انا كنبغي نجيب لكم الوصفات اللي كتكون بسيطه ومتوفره وفي متوال الجميع، يعني اي واحد يقدر دابا غادي نزيدوا العطريه. بالنسبه للبنات الملحه ما تكثروش، لان ديروا بحسب الكاشير راه مالح والزيتون، يعني نقصوا. غادي نحتاجوا الزيتون البنات تقدروا ديروا لك ما كانش كيعجبكم الابيض ديروا الاسود الكحل ماشي مشكل. نديروا الكاشير البنات نص حكيتو نص قطعتو، نديروا الربيع القزبر ومعدنوس، صدقوني البنات هاد الوصفة غدا تعجبكم وديما غتبقاو تحضروها لانها كتجي واعره بزاف. غادي نخلطو دابا العناصر كلها مع بعضياتها، كما قلت لكم البنات الا عجبتكم هاد الوصفه خليوها لي في التعليقات. وان شاء الله غادي ندير لكم بزاف الوصفات بهاد الشيفلور، عندي بزاف ديال الوصفات البنات، كنتمنى ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم ولايك الفيديو طبيعة الحال عجبكم، تبارطاجوه مع الاصدقاء. كتخلطوا البنات مزيان. بالنسبه لهذوك جوج بيضات اللي درت راكم شفتوا البنات معايا جوج بيضات كبار، يعني راه كافيين. راه جمعوا لي الخليط، يعني ما غاديش نزيد دابا الكميه ديال البيض، هذيك الكميه البنات راه كافيه انتوما. وبالنسبه نتوما فاللي تكونوا كتصايبوها راه كديروا على حسب افراد الاسره ديالكم. وبالنسبه للبيض راه عينكم وميزانكم. انا درت لكم هاد المقادير ديالي انا، يعني بالمول اللي غادي نستعمل، وانتوما ان شاء الله فاش تكونوا كتحضروها راه
راكم غادي تشوفوا على حسب القهوه كيجي بحالك، خصو يكون يعني فازك ماشي ناشف. نزيدوا البيض. دابا البنات غادي نجيب المول، كتختاروا اي مول عندكم، انا درت غير هذا المول هذا بصراحه كيعجبني نخدم هذا المول، كيعجبني بزاف حيتاش كيجيني اسهل من هذوك المولات. بصراحه كنت باغا ندير ديك المول الطويل ديك البايا، ولكن فضلت انني نستعمل هذا احسن. هاد الوصفه البنات كتجي واعره وخطيره، تقدروا تزيدوا فيها الاضافات اللي بغيتو نتوما، كتضيفوا بغيتو تزيدوا جبان، بغيتو تزيدوا شي حاجه هكا من عندكم زيدوها ماشي مشكل. انا غادي نكتفي غير بهاد هاد المكونات اللي عطيتكم، كتجي غزاله ولذيذه. كتقدوها البنات باش ملي كطيب كتجي فهمتوا كتجي مجموعه. صافي البنات دابا غادي نشعل عليها الفران وندخلها طيب، نديرها لتحت ومنين تطيب نحس بها طابت طلعها للفوق تاخذ اللون الذهبي ونطفي عليها ونخرجها. وانتم معايا منين طيب لينا هاد الأكلة ديالنا الشهية، نرجعو مع بعضياتنا تشوفو الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات أنا خرجتها من الفران باقا سخونة كتجي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نقطع ليكم واحد الطر باش تشوفوها كيفاش جات. البنات غادي نقطع ليكم واحد الطريف، يقولي البنات راه كتجي غزاله حتى الوليدات كتعجبهم. وما غاديش تبقى تصغناو عليها، لا ها هي البنات كتجي على هذا الشكل هذا، شفتوها كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. المهم البنات ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو ديروا لايك وتبارطاجوه مع الاصدقاء، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي مع وصفه جديده ان شاء الله. وكما قلت لكم البنات الا عجبكم هذه الوصفه اليوم ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات باش نعطيكم وصفه بزاف ديال الوصفات بهاد الشيفلور. عندي وصفات اللي هي كثيره ان شاء الله، كنتمنى تبارطاجيو ولايك. السلام عليكم.